صباح الخير عليك يا فاروق. بصب عليك يا مريم، وبصب عليك يا كريم، وبصب على الاستاذ محسن لملوم، وبصب على كل مشاهدينا مشاهدة متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. صباح الفل عليك. وكنت لسه بقول لمريم من شويه ان في ناس كتير علقت على الشطات اللي ظهرت خلال ال 24 ساعه رائعة اللي فاتوا الحقيقة. للجمال اللي موجود في النمسا، ففي ناس قالت لك الله، هو الاهلي عامل معسكر في الجنه ولا ايه؟ يعني خليني اقول لك يا كريم، يعني تاكيدا على كلامك، فعلا يعني المكان اللي احنا متواجدين فيه او النمسا بالتحديد، انت في الجنه بصراحه. يعني اللون الاخضر والطبيعه في كل مكان، في كل مشهد، في كل يعني حدث بنشوف الطبيعه والامور يعني اللي اكيد مفتقدينها في كثير من الاماكن. انت عارف ده طبعا، ده الطابع المميز طبعا للمناطق اللي هي طبعا يعني بتبقى موجوده في الريف الاوروبي. تم اختيار هذا المكان، عايز اقول لك بعنايه، يعني اختيار موفق جدا من قبل النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي لهذا المكان. مكان بيحتوي على كل الاماكن اللي انت تقدر تحتاجها في فتره الاعداد. يعني المكان ده اصلا يا كريم ويا مريم، ده مخصص اصلا يعني للسياحه العلاجيه والاستشفاء طبعا، ودي حاجات من الحاجات المهمه. يعني ايضا هذا المكان مخصص ل يعني المنتخب النمسا اللي كان عسكر هنا اكثر من مره، وبعض الفرق الاوروبيه. اجواء هنا يعني نتمنى ان شاء الله مردود هنشوفه على اللاعبين ان شاء الله هذا الموسم، واستكمالا طبعا لمسيره اللاعبين في الموسم الماضي، تستمر المسيره ان شاء الله وتكون بدايتها مع مباراه السوبر باذن الله. طيب فاروق، كلمنا اكتر عن المعسكر المران النهارده، كمان يمكن احنا اتكلمنا امبارح عن حاله المصابين، عايزين نعرف وصلوا لايه، وعن كمان الوديات اللي هتكون موجوده خلال المعسكر. يعني خليني يا مريم نبدا من الامس. الفريق طبعا كان ادى التدريب على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. طبعا الامطار كانت بتهطل في الفتره المسائيه، ولكن اللاعبين ومستر مارسيل كولر اصر اللاعبين على استكمال المران. طبعا اجواء مزوده الحماس لدى اللاعبين، يعني البرد مع الامطار يعني زودت الحماس عند اللاعبين. دي اجواء بتبقى طبعا مميزه. طبعا استاذ محسن لملوم يتكلم في هذا الامر، تبقى مميزه شويه للاعبين، بتزود من الحماس عند اللاعبين، يعني بيبقى في قتال من اللاعبين، وبالتالي اصر اللاعبين لاستكمال التدريبات بالامس. اليوم يعني اليوم هيبدا النهارده ان اللاعبون يتناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 10 والنصف صباحا، 10 ونصف بتوقيت النمسا، 11 والنصف في القاهره. يعني بعد دقائق يتناول اللاعبون وجبه الافطار، ثم يكون وجبه الغداء في تمام الساعه 1:30. ثم التدريب الرئيسي للاهلي اليوم هيكون على في تمام الساعه 5، وهو تدريب واحد اليوم، ثم وجبه العشاء في تمام الساعه 8:30. يعني ده البرنامج بتاع الفريق النهارده. لكن يعني يا مريم اتكلمت على التفاصيل الخاصه باصابات اللاعبين، خليني اقول لك ان النهارده طبعا هيتغيب عن مران النادي الاهلي اليوم كريم فؤاد واكرم توفيق، الاثنين توجهوا صباح اليوم الى احد المراكز الطبيه اللي بتبعد عن المقر الاقامه، يعني توجهوا بالطائره الى الدكتور فينك اللي كان اجرى جراحه الرباط الصليبي. ودي نقطه مهمه جدا، يعني هنستفيد في الكلام فيها. طبعا اكرم توفيق وكريم فؤاد نفذوا البرنامج التاهيلي بصوره اكثر من ممتازه، وخليني اشيد طبعا على ان النادي الاهلي كان حريص ان هو كريم فؤاد واكرم توفيق يسافروا لاحد المراكز الطبيه في الدوحه، طبعا يعني لاداء البرنامج التاهيلي اللي ادوه بصوره اكثر ممتازه. ولكن طبعا الدكتور تامر ابو العينين رئيس الجهاز الطبي حريص ان هم يطمن عليهم، يعني بيديهم بقى خلاص الابروف الاخير والامر الاخير طبعا للنزول والمشاركه في المباريات. نفذوا البرنامج التاهيلي يعني بيتقسم لاكثر من مرحله، تجاوزوا خلاص كل المراحل، فاضل المرحله الاخيره وهي مرحله بقى ان يبدا كريم ويبدا اكرم ان هم يشاركوا في المباراه. فبالتالي هيتم عرضهم اليوم ان شاء الله على الطبيب النمساوي الفينك اللي هيديهم خلاص يعني التصريح الاخير بالنزول والمشاركه في المباريات. ده الامر الخاص بكريم واكرم، وبالتالي هيتغيبوا عن تدريب اليوم. عمرو السولية بينفذ البرنامج التأهيلي الخاص بيه، والموضوع من قبل الجهاز الطبي للنادي الأهلي، ويعتقد بخطوات ممتازة جدا، يعني زي ما أكد لنا الدكتور تامر أبو العينين، باستثناء يعني هذا باستثناء سليه وكريم واكرم، كافه اللاعبين بتشارك في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. ياسر ابراهيم، طاهر محمد، طاهر محمد عبد المنعم،
يعني بعض اللاعبين اللي كانوا اللي غابوا ليه الفتره الاخيره، ايضا خالد عبد الفتاح اللي شارك في التدريب بصوره كامله، يعني التدريب بالامس وتدريب اول يوم، خالد عبد الفتاح، امام عاشور، كافه اللاعبين، كريم نيدفيد، كافه اللاعبين، يعني الحمد لله الحمد لله. نتمنى استكمال المعسكر بدون اي اصابات. النقطه الثالثه اللي اتكلمت عليها مريم اكيد نقطه المباريات الوديه. حتى الان يعني تم الاستقرار على مباراه وحيده هتكون يوم 5/9، دي المباراه اللي يعني هتكون في ختام معسكر النادي الاهلي، وهتكون تجربه قويه جدا امام احد الفرق القويه، تم الاستقرار عليها. ولكن من الممكن ومن الوارد ممكن يا مريم يكون في مباراه ثانيه طبعا خلال 24 ساعة طيب. القادمه هيتم تحديد هذه المباراه طبعا بالتنسيق مع النادي الاهلي. ولكن يعني زي ما نقول كده الكلام الاكيد حتى الان مباراه وحيده تم الاستقرار عليها يوم 5/9 باذن الله. فاروق انا عايز اسالك كمان عن ردود الافعال عن فكره الاستعانه برباعي النادي الاهلي شناوي، هاني عبد المنعم، وكمان مروان عطيه في طبعا معسكر المنتخب. خليني كده اعرف منك الاصداء، يمكن كمان تحديدا ان احنا كنا بعتنا خطاب اكيد طبعا يا فاروق انت عارف لاعفاء اللعيبه الدوليين من هذا المنتخب، ولكن خلاص يعني تم الاختيار واعلان القائمه للمنتخب. خليني اعرف منك اكتر عن ردود الافعال داخل معسكر بعد تحديد الرباعي المنضم من النادي الاهلي. يعني خليني مريم في هذه النقطه، وطبعا ما يشاركني في هذا الامر والاستاذ محسن لملوم بهذا الامر طبعا، ان فتره الاعداد دي الفتره اللي اللاعب يقف على رجليه على مدار الموسم، وفتره مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، خاصة ان النادي الاهلي هيني فترة الاعداد، عنده بطولة، عنده مباراة السوبر الافريقي امام الاتحاد العاصمة، وسيناريو الموسم الماضي بيتكرر امام النادي الاهلي. النادي الاهلي كان ابتدى الموسم الماضي مشواره بمباراة الاتحاد المنستيري في دوري ابطال افريقيا، ثم المباراة الثانية كانت مباراة السوبر امام الزمالك السوبر المصري، وبالتالي اهمية فترة الاعداد في غاية الاهمية بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للاعبين، وبالتالي طبعا حالة من يعني من الانزعاج بالنسبة لمستر مارسيل كولر بالنسبه للكابتن خالد بيبو، كان يتمنى طبعا ان اللعيبه تكون موجوده مع النادي الاهلي، خاصه يا مريم انت بتتكلم على اربع عناصر من القوام الرئيسي لتشكيل النادي الاهلي. مستر مارسيل مستر كولر ما بيحبش يقول اساسي واحتياطي، ولكن اربع لعيبه من العناصر الاساسيه للنادي الاهلي، ومن 11 لاعب اللي بيبدا طبعا بيهم التشكيل سواء كابتن محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطيه، وبالتالي هذا الامر بيتم فيه طبعا محادثات وفي امور بتدور ما بين الجهاز الفني. مستر مارسيل كولر بيعقد جلسات مع الكابتن خالد بيبو لحسم هذا الامر، وطبعا اداره النادي الاهلي طبعا بتبذل كل الامور وكل المجهود من اجل الحفاظ ان اللعيبه تكون موجوده. فتره اعداد مهمه جدا انت بتقف من خلالها على المستوى اللاعبين من الناحيه، لان في امور كتير جدا يا مريم برضو يعني احنا لازم نوضحها، الامر مش متعلق فقط بتدريبات، الامر متعلق بنواحي كتير جدا كان النادي الاهلي اشتغل عليها لكافه اللاعبين، سواء بدءا من القياسات البدنيه اللي تم اجراءها في ملعب مختار التتش، ثم ايضا الجوانب البدنيه او الجوانب الطبيه او الامور الجانب التغذيه، لان نقطه التغذيه مريم الفريق كان راجع من يعني من فتره اجازه 21 يوم، وبالتالي اللعيبه فقدت بعض العناصر، بعض المعادن، بعض الامور الخاصه في التكوين الجسماني، وبالتالي في برامج موضوعه غذائيه للعيب النادي الاهلي، يعني اعتقد اللي هيستفيد بها يعني بهذا الامر ليس النادي الاهلي فقط ولكن ايضا المنتخب المصري، يعني لعيبه النادي الاهلي، واحنا عارفين يا مريم واعتقد يعني هذا الامر حاله الفوقان اللي بتكون عليها لعيبه النادي الاهلي والمستوى الجيد بينعكس مردودها بشكل كبير جدا على المنتخب المصري، وبالتالي البرامج المحطوطه للعيبه، برنامج التغذيه لكل لاعب، لان لعيبه كتير جدا فقدت الكثير من المعادن او العناصر في التكوين الجسماني، وبالتالي الدكتور ايهاب علي استشاري التغذيه واضع لكل لاعب برنامج مخصص للتغذيه بيتناول من خلاله بعض العناصر اللي طبعا بتبقى غير متوفره في الشرق الاوسط او في القاهره. حتى يا مريم الميه، نوعيه الميه اللي بيشربها لعيب النادي الاهلي، يعني مريم كريم انا بتكلم في تفاصيل مهمه جدا طبعا. اعتقد يعني هي ممكن تهم كتير جدا من الرياضيين، نوعيه الميه اللي بيشربها لعيب النادي الاهلي اكيد بتبقى مختلفه شويه، فيها جانب من المغنيسيوم من الكالسيوم، منها امور كتير جدا لتهيئه واعاده، بتعمل ريفريش للاعبين، فاعتقد دي امور مهمه جدا، يعني ضروره ان وجود لعيب النادي الاهلي في المعسكر هينعكس مردودهم مش على النادي الاهلي فقط ولكن على المنتخب المصري باذن الله ان شاء الله. طبعا كالعاده تغطيه اكثر من ممتازه، ده العادي بتاعك يا فاروق،
وبرضو عايزين يعني قبل ما نختم معاك بقى يعني هذه التغطية، عايزين نعرف بس كده بس سريعا عشان ما نطولش اكتر من كده على ضيفنا اللي منورنا النهاردة، المنتجع نفسه اللي قاعدة فيه البعثة الفريق عامل ازاي وتفاصيله ايه؟ خليني اقول لك يا كريم ان المنتجع هو قطعه من اجمل القطع في اوروبا، يعني المكان ده بيبعد عن فيينا بساعه ونصف، بيحتوي على 5 ملاعب، 4 ملاعب للنجيل الطبيعي وملعب للنجيل الصناعي، بيحتوي على اكثر من 30 حمام سباحه و20 مغطس، بيحتوي على غرف للساونا بالثلج ودي مش موجوده غير في مكانين في اوروبا، هذا المكان هو احد هذه الاماكن، بيحتوي على غرف الاستشفاء الخاصه باللاعبين، ايضا بيحتوي على ملاعب ترفيهيه سواء للتنس او للطايره، بتتكلم على امور خاصه بالنواحي البدنيه بيحتاجها مخططي الاحمال، الاجهزه الطبيه اللي موجوده هنا سواء في الجيم او في يعني في الوحدات اللي بيحتاجها الجهاز الطبي اللي ده غير متوفره في اي مكان، مكان تم اختياره بعناية زي ما قلت لك ان المكان ده المخصص دايما لمنتخب النمسا، ونظرا ان مستر مارسيل كولر كان تولى القيادة الفنية لمنتخب النمسا ده اللي سهل الامور بالنسبة انهم يوافقوا، لان كتير جدا مش يعني عايز اقول لك يا كريم مش اي فريق يقدر يجي المكان ده او ياخد موافقة ان هو يقيم في هذا المنتجع، ولكن امر طبعا بيحسب للنادي الاهلي، نتمنى مردود ان شاء الله يا كريم يكون على فريق النادي الاهلي هذا الموسم. عايز اختم معاك بنقطة مهمة جدا يا كريم، درجات الحرارة، يعني هنا درجة الحرارة ممكن دلوقتي انت بتتكلم في درجة حرارة 20 او 21 درجة مئوية، يعني مع التدريب المسائل النادي الاهلي بتكون درجة الحرارة وصلت ل 13 14، اعتقد يعني الشمس ممكن بتظهر لبعض الفترات، ولكن اللعيبة بتتأقلم مع هذا الجو، لان الجو انت هتتعود ان انت تلعب فيه مع كثير من الفرق خاصة في المعترك القادم هذا الموسم بإذن الله. بإذن الله ان شاء الله، وبشكرك مرة ثانية على هذه التغطية المتميزة، واحنا يعني كلنا متفائلين الحقيقة بهذا المعسكر. شكرا، كل الشكر الجزيل لزميلنا العزيز فاروق صلاح من النمسا.